هنبدأ شباب دلوقتي الجزء الخاص بالهوم ورك بتاعنا اللي على الدفراكشن والايه والانترفيرنس. فتعالى كده نبدأ ونشوف الافكار بتقول ايه. هنبدأ الاول بالمالتيبل تشويسز. بيقول لك ان يونج دبل سليت اكسبيرمنت راح قال لك ايه ذا سيبريشن ديستانس بتوين ذا تو سليتس. السيبريشن ديستانس ما بين التو سليتس يبقى ده الدي اهو تمبر نيجاتيف 4 متر. قلنا دايما رقم السؤال هو الدي. And the distance between the two consecutive or successive rings of same type. Rings يبقى ده الدلتا واي 3.75 times 10 باور negative 3 عشان نحول المليمتر. The R appeared on the observation screen at a distance. قلت لك الفرنج واحد دايما هي الـ R. يبقى الـ R 0.75 متر. دايما اللي ما بين الدبل سليت بارير والسكرين قلنا دي مين هي الار اهو. حلو. ذا ويفلنس عايز الويفلنس فانت كل هتعمله تكتب الرول اهو دلتا واي لامدا ار اوفر دي. حلو. انت عايز مين؟ انا عايز الدلتا واي عايز اللامدا سوري. فاللامدا هي دلتا واي في دي اوفر ار. فالدلتا واي 3.75 10 نيجاتيف 3 تايمز الدي ب 10 نيجاتيف 4 over ال R 0.75. جميل. هنمسك الكالكوليتر ونحسب الحسبة دي بالتفصيل. 3.75 10 negative 3 10 negative 4 0.75. فالقصة دي تطلع معك بالظبط 5 times 10 power negative 7 متر. 5 times 10 power negative 7. حلو. طب الاختيارات كلها بالانجستروم. الانجستروم ازاي نحولها وال 5 times 10 power negative 7 times 10 power positive 10 اهو. فهتطلع بالظبط بتتكلم في 5000 انجستروم. جميل جميل. فالانسر طبعا هتكون ايه؟ ده اول سؤال تقديم مباشر. تعال اللي بعده. نمبر 2 بيقول لك ان يونج اكسبيرمنت ذا باس ديفرنس بتوين ذا تو ريز كومينج فروم ذا تو سليتس تو ذا فيرست دارك. اول ما تلاقي دارك عارف ان في نص. طب فيرست دارك تعالى افكرك كده اهو السنترال فرينج اللي هو هنا ده دي زيرو لامدا. اول دارك قلنا الباس ديفرنس دايما في ال كونستراكتيف بتبقى ام لامدا في الديستراكتيف بتبقى ام بلس هاف لامدا فدي تبقى هاف لامدا هاف لامدا. يبقى دي اول ايه اول دارك. فاول دارك هتطلع لامدا اوفر 2. جميل. دايما الديستراكتيف في ام بص ده ام بلس هاف في لامدا ودايما ده يبقى ايه ام لامدا ليه الكونستراكتيف. ماشي. تعال اللي بعده. نمبر 3 بيقول لك ذا ريشيو بتوين ذا ويدث اوف ذا سنترال برايت فرينج يعني دلتا واي 1 تمام. قال لك وين كوندكتنج يونج دبل سليت اكسبيرمنت ويز ريد لايت اند ويدث وين يوزنج فايولت دلتا واي 1 على دلتا واي 2 بس ده ريد وده ايه وده فايولت. فهي دايركت مع مين؟ مع اللامدا. يبقى هنا لامدا ريد على لامدا فايولت. طب ليه دايركت؟ اهو دلتا واي لامدا ار اوفر دي. هو مجرد غير الويف لينث يعني هو في القصه دي هو ما غيرش حاجه في الجيومتريك شيب ما غيرش ولا الدي ولا الار. فهتبقى دلتا واي دايركتلي بروبورشنال مع الويف لينث. حلو. مين عنده ويف لينث اكبر؟ طبعا الريد اكبر ويف لينث وده اصغر ويف لينث فلازم تطلع greater than 1 greater than ايه greater than 1 فالانسر طبعا هتكون ايه. طب جميل ده نمبر 3. تعال اللي بعده. نمبر 4 بيقول لك the opposite graph shows a relation between wavelengths of the used light in young double slit experiment lambda and the distance between the central fringe and the first bright fringe. ماشي دلتا واي ولامدا فنكتب الرول دلتا واي كل لامدا ار اوفر دي. ماشي. السلوب هو دلتا واي اوفر لامدا ودلتا واي اوفر لامدا هي ار اوفر دي اهو. جميل جميل اهو. حلو قوي. فنروح نجيب ايه؟ هنروح نجيب السلوب اهو. يبقى السلوب الميل بتاع الخط هو ار اوفر دي. طب هو عايز السؤال هو كان عايز الريشيو ار اوفر دي. هات سلوب. اسهل حاجه خد مثلا
اول رقمين اهو، ادي واحد على 100، بس خلي بالك الواحد دي بالملي، يعني 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. جميل. اوفر 100 دي جنبها نانو، اوعى تنسى. يبقى انا 100 10 نيجاتيف 9. فالقصه دي لما نيجي نحسبها 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 اوفر 100 تايمز 10 باور نيجاتيف 9، فالقصه دي هتطلع بالظبط كام؟ ب 10000 او بالمنظر ده 10000، يعني 10 باور 4 اهو، 10 باور ايه؟ 10 باور 4. فالانسر طبعا هتكون ايه؟ دي نمبر 4. اسئله بسيطه جميله ما فيهاش حاجه. تعال اللي بعده، نمبر 5. نمبر 5 بيقول لك the opposite graph represents a variation of the distance between two bright consecutive delta y برضو وال 1 over d اللي هي الديستنس بين التو سليتس. ماشي، وادينا المسافه بين الدبل سليت والاوبزرفيشن سكرين، تاني اهو بين الدبل سليت والسكرين قلنا دي مين؟ دي الار. فهو مديني الار ب 2 متر. حلو. بعدين عايز الويف لينس، تعال نجيب سلوب. فانت جبت سلوب مثلا ده على ده اهو، جميل. فانت عندك الرقم هنا 200 400 600 800، دي ال 1000. فهيبقى عندي السلوب اهو اللي هو هيبقى دلتا واي لامدا ار اوفر دي. ماشي، هو دلتا واي على واحد على دي، يعني دلتا واي هنا واحد على دي، فتحت لتحت تطلع فوق، يعني كانك بتقول دلتا واي في دي. طب دلتا واي في دي عشان طبعا اللي عندك اهو، هيبقى مين؟ هيبقى لامدا ار اهو، لامدا ار. جميل، يبقى ده السلوب. يبقى انا عندي السلوب هو لامدا في ار، الار بكام؟ الار ب 2. حلو، فراح احسب مين؟ راح احسب السلوب. فالسلوب هيبقى 10 اوفر 1000، بس اوعى تنسى ال 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 اوفر 1000 ايكوال لامدا تايمز 2. حلو، فنبدا نحسب كده الليفت هاند سايد، نيجاتيف 4 اوفر 1000 هيطلع 1 10 نيجاتيف 6 ايكوال لامدا تايمز 2. حلو، دي هتروح بالديفايد، يبقى ديفايد 2، فتطلع كام؟ تطلع 5 10 نيجاتيف 7 متر. اللي انا جبته ده مين؟ ده اللامدا بس كده. 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 متر، ده الانسر اللي هو هيكون دي. طب جميل، تعال اللي بعده، نمبر 6 بيقول لك ان يونج دبل سليت اكسبيرمنت. ماشي، ذا ويتس اوف ذا انترفيرنس فرينج انكريزز، الويتس اوف ذا انترفيرنس فرينجز يعني الدلتا واي، الويتس يعني المساحه نفسها، فالمساحه لو كبرت يبقى الدلتا واي بتزيد. ليه؟ بص لو جينا كده ادي رسمتين اه عشان نقتنع بس، وجيت قلت لك يا معلم اه مثلا هنا منطقه اهو برايت كده، بعدين وراها منطقه ايه؟ منطقه دارك كده اه، وهنا في دارك اهو. حلو، وبعدين هنا ايه؟ هنا برايت اند سو اون. فالمشوار ده اسمه دلتا واي. ده بقى لو الويتس كبر، يعني كده اهو اهو كل ده برايت مثلا، كل دي دارك، وبعدين هنا برضو في دارك بالمنظر ده، فهتلاقي المسافه هو من سنتر لسنتر دي الدلتا واي، فالدلتا واي مالها؟ كبرت بزياده الويتس، يعني بيتكلم على الدلتا واي. فانا عايز ازود الدلتا واي، وين الدلتا واي اصلا بتساوي ايه؟ لامدا ار اوفر دي. شوف مين اللي يزود الدلتا واي، فركز بقى كده معايا. بص انا عشان دي تزيد انا قدامي شويه احتمالات، يا اما اللامدا تزيد يا الار تزيد يا الديستانس تقل. فبيقول لك الديستانس بتوين ذا دبل سليت اند ذا سكرين ديكريزز، دبل سليت والسكرين دي الار تقل؟ لا غلط، ما ينفعش الار لازم تزيد، يبقى دي غلط. ديستانس بتوين دبل سليت اند ذا سكرين انكريزز، دبل سليت والسكرين دي الار تزيد؟ اه صح، دي صح اهو. طب ديستانس بتوين تو سليتس انكريزز، الدي لازم تقل، ينفع تزيد؟ لا دي غلط. طب الويف لينس اوف يوز ذا مونوكروماتيك ديكريزز، اللمدة تقل ولا تزيد؟ لا تزيد، ودي غلط. والحل بيتاكد ان هو لازم يكون طبعا بي. دي نمبر 6. نمبر 7
نمبر 7 بيقول لك ان ذا يونج دبل سليت اكسبيرمنت ذا ديستانس بتوين تو كوهيرنت سورسز. تو كوهيرنت سورسز ده الدي اهو. ليه تو كوهيرنت سورس؟ اهو ما هو التو سليتس بيعملوا كمصدرين ايه كوهيرنت، يعني الموجه بتبقى جايه هنا كده، تعالى كده اهو، الموجه بتبقى جايه كده اهو، جايه كده، فبتيجي هنا بيظهر لك هنا بيحصل ديفراكشن، وهنا برضو بيحصل ايه؟ برضو بيحصل ديفراكشن، يبدا يحصل انترفيرنس. فاس 2 او اس 1 بيتقال عليهم تو كوهيرنت سورسز، فالمسافه ما بينهم يبقى دي لدي اهو. مش تفاهم 1.6 مليمتر ماشي. قال لك where the things were formed on the screen at a distance 60 سنتيمتر from the two coherent sources، يبقى ده الار مسافه بين التو كوهيرنت سورسز والسكرين، يبقى 60 سنتيمتر اهو على جنب. بعدين قال لك the third bright fringe was at 0.6 مليمتر from the central fringe، الثالثه برايت، third bright fringe اهو. لو جيت عملت كده ادي ده دارك، وهنا في برايت، وهنا برايت، وهنا دارك، وبعدين برايت، وبعدين هنا دارك. فانت تقول ادي السنترال مثلا، دي السنترال حلو، ادي كده واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه. فهو بيقول لك ايه ذا ثيرد برايت فرينج، فدي السنترال زيرو، ودي الاولى، ودي الثانيه، ودي الثالثه. فكده ادي دلتا واي، ادي الثانيه، ادي الثالثه. او بص بالاخر من غير ما ترسم، لما يقول لك المسافه دايما من السنترال للرقم يبقى ده العدد، فهو قال من السنترال لايه؟ للثيرد، يبقى كام دلتا واي؟ يبقى 3، لان هو قال لك ايه؟ ذا ثيرد برايت فرينج ووز ات 0.6 فروم ذا سنترال، ثيرد يبقى 3. مع ان بص هتعد دي 0 1 2 3 هتقول لي 4، لا انا بعد من 0 ل 1 دي واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه. فمن الاخر قاعده، لو دي كانت 4 يبقى 4، كانت 5 يبقى 5، على حسب. فاشي؟ ماشي حلو. فيبقى انا كده معايا 3 دلتا واي 0.6 مليمتر، يبقى انا عايز الدلتا واي بس، ديفايد 3 ديفايد 3 هتطلع 0.2 مليمتر. وصلنا لحد هنا، نبدا بقى نحل. فنبدا نحل ازاي؟ وعايز ايه؟ الويفلنس. فتكتب القانون اهو، دلتا واي لامدا ار اوفر دي، يبقى اللامدا هتبقى دلتا واي في دي اوفر ار. حلو، الدلتا واي بكام؟ 0.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 عشان ملي. الدي يا معلم ب 1.6 اهو، تايمز 10 باور نيجاتيف، نيجاتيف 3 برضه عشان ملي، على الار اللي هي كام؟ اللي هي 60 سنتيمتر، يعني 60 10 نيجاتيف 2. حلو؟ حلو. تعالى نحسبها، 0.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3، 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 3، 60 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. فالقصه دي هتطلع على اللامدا بكام؟ ب 5.33 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 متر. يبقى انا كده جبت الايه؟ جبت الويف لينس. طبعا ده اني تشويز، هيطلع تشويز ايه؟ بي. ده نمبر 7، يبقى تبقى فاهم كل كلمه بالتفصيل. تعال اللي بعده، نمبر 8، اسئله بقى على ايه؟ اسئله على الدفراكشن. بيقول لك which of the following diagrams of young double slit apparatus، لا لسه مش diffraction، ده interference ماشي، will yield the best noticeable interference fringes، افضل تداخل ملحوظ. بص انا ايه، انت عارف ان الرول اهو دلتا واي هو لامدا ار اوفر دي. حلو، فنبدا نعوض هنا اللامدا بكام؟ 400، من غير ما تحول عشان كله بالناو، بالنانو، 400 في ار واحد اهو على الدي ماشي. طب هنا تبقى 500، ده اللامدا في الار اللي هي بنص على 2 دي، فتطلع كام دي؟ تطلع 504، يعني 125، تطلع 125 اوفر دي. طب هنا دي هتبقى 450 في الار 1.1 على الدي اللي هي 0.5 دي اهو، 1.1 على 0.5، فهتطلع كام؟ هتطلع 990 اوفر دي. طب هنا 600 اهو، ده اللامدا في الار 1.5 على الديستانس اللي هي 3 ايه؟ 3 دي، 600 1.5 اوفر 3، فهتطلع
300 اوفر دي اهو. حلو، وادي اهي، وادي 400، وادي 125 عادي. بذمتك مين اكبر رقم؟ ما هو قال لك ذا بيست نوتسبل انترفيرنس، يعني اكبر دلتا واي. فاكبر دلتا واي طبعا هتطلع ايه؟ تطلع سي، اللي هي اصغر دي واكبر ار. ممكن تجيبها برضو كده، اصغر دي واكبر ار، فالانسر طبعا هتكون سي. طب جميل، دي نمبر 8. تعال اللي بعده، نمبر 9. بيقول لك ان يانج دبل سليت اكسبيرمنت واداني الار، ماشي. فانا عايز اعوض في الدلتا واي، فالدلتا واي هي لامدا ار اوفر دي. حلو، ادي اللامدا والار هتبقى 10 باور 4 دي اوفر دي، فالدي تروح مع الدي، يبقى الدلتا واي اللي انا عايزها هي 10 باور 4 لامدا. بس ده الايه؟ ده الانسر. 10 باور 4 لامدا، طبعا الانسر هتكون بي. دي نمبر 9، سؤال برضو بسيط. تعال اللي بعده، نمبر 10. مش دعوه طبعا بالشخبطه دي، هنحلها كده ايه بالراحه. تعال تعال واحده واحده. نمبر 10، بص بقى نقرا واحده واحده. قال لك ان يانج دبل سليت اكسبيرمنت اف ذا ديستنس بتوين ذا سنترز اوف ذا فيفث سبرايت، او بتعالى ماكسيما اند ذا سنترال فرينج. قلت لك لما يقول رقم السنترال يبقى ده العدد على طول، مش لازم اقدر ارسمها لك، بس تعالى نرسمها تاني اهو اهو عشان تقتنع. شايف الالوان مالها؟ بس واحده واحده اهو. بص يا باشا اهو، مثلا ده السنترال، ده دارك، نقسمها كده عشان تبقى ايه اريح وننجز. نخلي مثلا البرايت ادي احمر، وادي الدارك ندلعها، وبعدين اهو، وبعدين ادي دارك، وبعدين برايت، وبعدين دارك. فاضيين بقى، ما ورناش حاجة اهو. وبعدين برايت. بص بقى، دي 0 1 وبعدين 2 3 4 لسه. يبقى عندنا واحدة دارك اهو كده، وبعدين عندنا واحدة ايه؟ واحدة برايت اهو. ماشي، دول كام دلتا واي؟ بص بقى يا معلم، فتيجي كده تشوف اهو من السنتر للسنتر، ادي واحدة، ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعة، ادي الخامسة. يعني دايما قد الرقم اللي هو بيقوله، يعني دايما بيقول لك من السنترال رقم ما، يا عم ان شاء الله سماه عباس، يبقى هو العدد عباس. فهو من السنترال لفيفث يبقى العدد كام؟ خمسة. يبقى هو بيتكلم دلوقتي على فايف دلتا واي. قال لك المسافة دي، وماكسيما يعني برايت، مينيما يعني دارك. قال لك المسافة دي از اكس، اهو از اكس، ماشي. طب بعدين انا عايز الدلتا واي، فالدلتا واي اهو هتساوي هنا اكس اوفر اكس اوفر ايه؟ اكس اوفر 5. دلتا واي اكس اوفر 5. فدلوقتي عايز ايه بقى؟ ذا ديستانس بتوين سنترز اوف ذا سكند دارك فرينج مينيما اند سنترال. سكند دارك، طب تعالى اهو، يبقى هو ده فيرست دارك، ده سكند دارك اهو، ده السكند دارك. طب دي تعتبر دلتا واي ونص، يعني بيتكلم على 1.5 دلتا واي عشان تبقى فاهم. دايما لما يقول دارك او مينيما شيل نص، مش هو بادي من السنتر بتقول سكند دارك اند دي سنتر فرينج. لو كانت سكند برايت يبقى 2 دلتا واي، لو سكند دارك شيل نص، يبقى 1 ونص من غير ما ترسم. لو عايز ترسم ادي 1 ونص، يبقى دلوقتي عايز 1.5. تعالى اهو عايز 1.5 دلتا واي. حلو، طب ما الدلتا واي نفسها بكام؟ الدلتا واي نفسها اهي اكس اوفر كام؟ اكس اوفر 5، اكس اوفر 5 تايمز كام؟ 1.5. فلما تحسبها على الكالكوليتر دي هتطلع 3 اوفر 10 ايه اكس. دي المسافه اللي انا عايزها، اللي هي تمثل 1.5 دلتا واي، اللي هي من السنترال لحد السكند دارك. فالانسر طبعا هيطلع 3 اوفر 10، 1.5 اوفر 5 لما اعمل تايمز 2 تطلع 3 اوفر 10. جميل جميل. تعال بقى نخش في السؤال اللي بعده، فيلا يلا بينا. السؤال اللي بعده يا شباب، نمبر 11. بيقول لك اف ذا ديستانس، if the distance between the first maxima and central fring in young. اول ما يقول first maxima يبقى دي الدلتا واي بواحد بس عشان الاول. is كام؟ قال لك is 2 مليمتر. ماشي،
So the distance between third minima and central fringe. تاني تعال نرسم. اهو بص اهو اهو ادي برايت وادي دارك وادي برايت وادي دارك وادي برايت وادي دارك. فدي الفيرست دارك سكند دارك وادي الثيرد دارك. فدي كده دلتا واي وادي دلتا واي وادي نص. يعني المشوار ده كله كام دلتا واي؟ قال لك 2.5 دلتا واي. وقلنا احنا معلومه ان اي كلمه مينيما او دارك لو قال ثيرد شيل نص دايما، يبقى دي هتبقى 2.5 دلتا واي. حلو، يبقى انا عايز 2.5 دلتا واي يعني 2.5 تايمز 2 فتطلع 5 ملي متر. اهو 5 ايه؟ 5 ملي متر. فهتكون طبعا ايه؟ طبعا بي. طب جميل، تعال اللي بعده. نمبر 12، بص بيقول لك ايه؟ في نمبر 12 بيقول لك ان يانج دبل سليت اكسبيرمنت ذا فرينج ويتس از فاوند تو بي، يعني دي الدلتا واي ب 0.4 ملي متر. ماشي. If the whole apparatus is immersed in water of refractive index ايه؟ قلنا refractive index المفروض هيبقى 4 over 3 without disturbing the geometric arrangement او geometrical arrangement يعني الار والدي ثابته the new fringe width will be. بص معلومه، الدلتا واي هي لامدا ار اوفر دي، فالدلتا واي دايركت مع اللامدا. ماشي. وبعدين احنا عارفين اللامدا انفرس مع الاندكس دي خدناها في الريفراكشن، فانت هتبدا تشتغل اهو دلتا واي اير اوفر دلتا واي ووتر ايكوال الان بقى ان اللي رايح له والعكس بقى، يبقى ان ووتر على ان اللي جاي منه ان ايه؟ ان اير. ماشي. فالان اير اصلا ب 1 والان ووتر ب 4 اوفر 3، فالدلتا واي في حاله الاير 0.4 وهنا 4 اوفر 3 اوفر الدلتا واي ووتر. هتبدا تعمل ايه؟ هتبدا تعمل كروس ملتيبيكيشن كده، فالدلتا واي ووتر هتبقى 0.4 تايمز 3 اوفر 4 فتطلع 0.3 ملي متر. وده منطقي ان الاندكس زادت فلازم الدلتا واي مالها تقل فتبقى 0.3 ملي متر، يعني هتكون ايه؟ دي نمبر 12. تعال اللي بعده. نمبر 13. نمبر 13 بيقول لك which of the following diagrams represent the correctly the phenomenon of light diffraction when light falls on the aperture او النارو سليت. طبعا قلنا عشان يعدي الضوء من فتحه صغيره بيحصل له بندد بيتنى بالمنظر ده، الكيرفيتشر بيبقى في الاتجاه ده اهو، عشان تعدي حاجه من فتحه صغيره بتتنى، بص بتتنى في الاتجاه ده، فتلاقي دي اتنت كده اهو في الاتجاه ده اتنت كده اهو، فيحصل كيرفيتشر في المنظر ده. يعني طبعا هتكون ايه؟ ولا بي ولا سي ولا دي، عمرها ما تعدي زي ما هي ولا تعمل شكل السكويرز ده ولا تبقى بندد، بالعكس طبعا عشان تعدي بص بتتنى كده عشان تعدي من النار وصلت. نمبر 14. نمبر 14 بيقول لك light waves falls on different aperture of different sizes so the diffraction of light will be most observable of the if the aperture size يعني ملاحظ اكتر. ملاحظ ايه؟ اكتر. امتى بيبقى ملاحظ اكتر؟ قلنا علشان يبقى ملاحظ اكتر يا اما السليت تصغر يا اما اللامدا تكبر للويف، يعني دي للويف وده ليه؟ للبارير. جميل. طبعا اللامدا تكبر يعني فريكوانسي ايه؟ تقل بالمره يعني. فهو هنا بيتكلم على الابريتشر سايز، فالابريتشر سايز انا عايز ايه؟ عايز السمولست الاصغر، اصغر سليت، يبقى اصغر رقم طبعا كام؟ 10 باور نيجاتيف 5 متر. دي نمبر 14. نمبر 15 بيقول لك الانترفيرنس از ريزلتد ديو تو، ناتج عن ايه؟ قال لك التداخل، التداخل ده عباره عن تراكم موجات على بعض، يعني موجه وموجه تراكموا على بعض، تداخلوا مع بعض. فالتداخل هل هو الباونسنج اوف ويف؟ لا، الارتداد ده الريفليكشن. ده الايه؟ ده الريفليكشن. طب جميل. الديفيجن الانحراف، الانحراف ده بيحصل لما يعدي من ايه؟ قلنا ايه؟ من ميديم لميديم بيحصل ايه؟ ذا ريفراكشن او انحراف. جميل. طب التشينج السبيد برضو بيحصل في الريفراكشن. حلو. يبقى معنى تراكم يعني سوبر بوزيشن، فسوبر بوزيشن يعني تراكم موجه على موجه
فالانترفيرنس هو السوبربوزيشنز اوف ذا ويف، تراكم الموجات عليه على بعض. دي نمبر 15. طب جميل. نمبر 16 بيقول لك زي دبل سليت ان يانج دبل سليت اكسبيرمنت works as two coherent sources. يعني الدبل سليت اهو دول، فتجربه الدبل سليت لتوماس يانج بيعملوا كمصادر coherent يعني ترابط. فقلنا كلمه coherent الجمله الاهم فيها يعني كلمه فيز، لان فيز جواها نفس ثلاث حاجات. ببص فيز يعني دايركشن، نفس الاتجاه، ونفس الامبليتيود نفس المرحله، طب ونفس الفريكوانسي ونفس اللون. كل ده باكج جوه كلمه ايه؟ جوه كلمه فيز. فالاعم والاصح كلمه فيز. يبقى coherent means that the two waves formed from the double set have the same phase. هتبقى طبعا ايه؟ نمبر 16 هتكون ايه؟ تعال اللي بعده. نمبر 17 بيقول لك which of the following figures represents the interference pattern formed in young double slit. لازم تبقى البرايت والدارك يعني، او كل البرايت مالهم قد بعض، ما ينفعش تبقى السنترال اكبر ايه من الثانيه، غلط. ما ينفعش على الجناب هما الاكبر برضو غلط، وما ينفعش يبقى كلها برايت وفيها دارك غلط. فلازم يكون كل البرايت تقريبا ايكوالي قد بعض، لكن في الديفراكشن تبقى السنترال سبوت هي اكبر ايه اكبر واحده، والدوائر حواليها هي ايه الاصغر. ففي الانترفيرنس لازم كل البرايت بيبقوا ايكوال في الاريا والديستانس. نمبر 18 بيقول لك ان يانج دبل سليت اكسبيرمنت which of the following figures represents the graph of the distance between center of the central fringe and the center of the following bright fringe delta y versus the distance between the double slit barrier and the screen. يعني عايز الريليشن ما بين الدلتا واي والار. ادي الار اهي وادي الدلتا واي اهي. طب القانون اهو ان الدلتا واي هو ار في لامدا اوفر دي. حلو، فلازم يطلع ايه؟ يطلع دايركت. ليه؟ كل ما الار ما تزيد كل ما الدلتا واي مالها ما تزيد. فالريليشن لازم تبقى دايركت ريليشن، والانسر طبعا هتكون بي. دي نمبر 18. نمبر 19 عندنا بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان يانج دبل سليت اكسبيرمنت وين انكريزنج ذا انتنستي زود شده الضوء اوف ذا يوزد لايت ذا ديستانس بتوين ذا سنترز اوف ذا سنترال فرينج اند ذات اوف فيرست دارك. يعني بيتكلم على الهاف دلتا واي، او فور جنرال بيتكلم على الدلتا واي عموما، نص الدلتا واي او الدلتا واي. هل هتزيد او تقل؟ لا. ليه؟ ما هو الدلتا واي بتساوي ايه؟ بتساوي لامدا ار اوفر دي. يعني انا معايا ادي السكرين اهو مثلا، ده برايت اهو، وبعدين ده دارك اهو بالمنظر ده. طب جميل، المسافة دي من السنتر للسنتر اهو، المسافة دي اللي هي تعتبر نص دلتا واي. هل المسافة دي بتعتمد على حاجة غير دول؟ لا، هما دول بس. تعتمد على الويف لينس والديستانس ما بين الدبل السليت بارير والسكرين والديستانس ما بين التو سليتس. هل ليها علاقة بالانتنستي؟ لا، لو مهما زاد الانتنستي او قل مش هتتغير الفكرة كلها في وضوح اللي هي المنطقة البرايت او ايه يعني الإضاءة نفسها او وضوحها لعينيك، هي اللي هتتغير، تحس انها تبقى باينه او مش باينه. لكن هل المسافات دي هتتغير؟ لا، تعتمد على الويف لينس والمسافه بين البارير التاني والسكرين والديستانس بتوين تو سليتس. هو زود شده الضوء، يبقى ما يتغيرش حاجه غير شده الاضاءه على الشاشه بس، لكن ما تتغيرش المسافات. فطبعا هتبقى ايه؟ doesn't change. فالانسر طبعا هتكون دي. جميل؟ جميل. تعال نخش في السؤال اللي بعده. فيلا يلا بينا. السؤال بعد الشباب بيقول لك ان يانج دبل سليت اكسبيرمنت has been conducted twice. ماشي، قال لك once using monochromatic red and another using monochromatic blue while holding the distance between the double slit unaltered. يعني الدي مش هتتغير، فهو عايز يقول لك ان الدي constant. طب ده كلام جميل. ايه كمان؟ قال لك hence the opposite figure represents the interference pattern obtained in both times if the distance between the double slit barrier and the screen in both cases are R or blue. حلو، واحدة واحدة. هي الدلتا واي هي لامدا R over D. ماشي، ال R دي لما اجي اعمل cross multiplication فال R هي دلتا واي في D over لامدا. ماشي، حلو، واحدة واحدة بقى، واحدة واحدة. هو قال دي ثابتة،
يبقى قصتي دلوقتي انها ار ريد على ار بلو هي دلتا واي ريد على دلتا واي بلو تايمز هنا تبقى ار اي ار ريد ار اي سوري لامدا العكس لامدا عشان انفرس لامدا بلو على لامدا ريد. جميل جميل. في معلومه انت عارفها ان الويف لينث طول الموجه بتاع الريد اكبر من الويف لينث بتاع البلو. ماشي يبقى قصتي كلها في دي الدلتا واي ريد على الدلتا واي بلو هي اصلا واضحه بالعين. بص دي الدلتا واي ريد. طب وهنا دي الدلتا واي بلو مين اكبر؟ هتلاقي البلو اكبر. يبقى برضه بص الدلتا واي بلو كبيره والدلتا واي ريد صغيره فهتطلع لازم صغيره كبيرة لازم تطلع ايه ليس زان 1. عندي طريقه انت لو عايز تحلها بسيطه مفيش مشكله بس هي كده جت ان انا خلاص عرفت دي انا عايز دي فالدلتا واي على جنب اهو الدلتا واي هي اكس على ان على عدد اكس على ايه على ان ماشي فالاكس في الرسمتين واحد فالاكس دي ثابت فيبقى علاقه الدلتا واي بالان انفرس فممكن اشيل دي واخليها ان اهو بس بالعكس هنا ريد يبقى نخليها بلو وتحت بلو نخليها ان ريد ونعد بقى بس جميل ما انت عارف دي لسه 1 خلاص فهتبقى القصه دي ان بلو اهو بص ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي تلاته ان ريد من اول الدارك اهو ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه ادي خمسه بس في اوفر 5 فانا القصه كلها اقول ايه؟ اهو ار ريد على ار بلو ايكوال 3 اوفر 5 تايمز لامدا بلو على لامدا ريد فقلنا ده صغير على كبير و3 اوفر 5 برضو يعني صغير على كبير بالارقام فعليا فتطلع لازم ليس ذان 1. جميل فكره محترمه جدا. تعالى اللي بعده نمبر 21 بيقول لك ان ذا سنترال فرينج in young double slit experiment is formed due to superposition of the two waves the central fringe between which the pass difference قلنا central fringe الباس ديفرنس كانت بكام افكرك اللي هي دي في النص وكان هنا عندي فيه double slit اهو بالمنظر ده فقلنا المشوار اللي جاي من هنا والمشوار اللي جاي من هنا الاثنين دول قد بعض كديستنس يعني الموجه دي مشيت مسافه قد الموجه دي بالظبط فهنا بيبقى الباس ديفرنس 0 لامدا مفيش باس ديفرنس اصلا في السنترال فرينج الباس ديفرنس بيبقى 0 لامدا فالانسر طبعا هتكون ايه. طب جميل تعال اللي بعده 22 بيقول لك ان يونج دبل سليت اكسبيرمنت امونوكروماتيك لايت اوف ويف لينث لامدا از يوزد ماشي سو ذا باس ديفرنس فرق المسار بتوين ذا تو لايت ويفز ات ذا فورس برايت فريم بص هو على حسب العدد مش هو قال الرابعه فورس تبقى 4 لمضة على طول بس انا عايز اقنعك بالرسم اهو تعالى كده واحده واحده ادي برايت وبعدين ده مثلا دارك بعدين برايت وبعدين دارك خلينا مثلا ادي دارك يا عم ادي برايت وادي دارك وادي برايت وادي برايت وادي دارك وادي برايت تعالى هيد لو دي السنترال دي الزيرو ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة جميل جميل قلنا في السنترال لو دي السنترال مثلا يعني لو دي السنترال قلنا دي زيرو لامدا وده فرق المسار واحد لامدا وهنا اتنين لامدا هنا تلاتة لامدا هنا كام اربعة لامدا واخد بالك برضو من حاجة ان فرق المسار في الكونستراكت بيمشي مع مكانها لو هي الفورس يبقى اربعة الثيرد 3 التانية 2 الاولى 1 لامدا السنترال اللي هي الزيرو دي السنترال اهو سنترال السنترال هتبقى فرق المسار كام؟ زيرو لامدا جميل فانا دلوقتي بتكلم على ايه؟ على الفورس برايت فرينج يبقى ايكوال كام؟ 4 لامدا باس ديفرنس ما بين التو لايت ويفز الموجتين اللي جايين عندي ايه؟ عند الفورس يعني لو عندي دي او ده مثلا ده الدبل سليتس فدي السنترال فاللي هي كده فرق المسار ما بين الموجتين دول ففرق المسار يعني في موجه اهي عشان بس تقتنع وفي موجه جايه من هنا اهو فتلاقي الموجه اللي جايه من بعيد دي مشيت زياده باربعه ويف لينسز باربعه لامدا دي القصه فتبقى 4 ايه؟ 4 لامدا. طب جميل ده 22 23 بيقول لك ان يونج دبل سليت اكسبيرمنت ريد لايت اوف ويف لينس 6000 انجستروم دي اللامدا ده الويف لينس 6000 اهو
انجستروم. طب جميل. Is used so if the path difference between the two waves, فرق المسار, that are initiated, that are initiated from the double slit to form a definite ring on the screen. يعني ده الباث ديفرنس, بيقول لك فرق المسار, فرق المسار بيدوا لك ب 9000 انجستروم. يبقى هنا الباث ديفرنس او ديفرنس بيساوي كام؟ بيساوي 9000 انجستروم. طب ما احنا مش عارفين ان الباث ديفرنس دايما يا اما رقم انتجر في لامدا يا اما رقم فراكشن في لامدا, فانا عايز اعرف ده يمثل كام من اللامدا, فاعمل ايه؟ بص اهو اجيب اهو الباث ديفرنس اقسمه على اللامدا, فده 9000 اوفر 6000 فتطلع كام؟ تطلع 1.5. حلو, الرقم ده مهم. يبقى الباث ديفرنس اهو لما اودي اللامدا بالتايم تطلع 1.5 لامدا, 1.5 لامدا. حلو, يعني ده رقم ايه؟ رقم مفروض اللي هو ام بلس هاف اول تايمز لامدا, ده الباث ديفرنس. حلو, فدي تبقى الام بكام؟ اكيد بواحد, عشان واحد بلس هاف عشان تدي كام؟ تدي 1.5. يبقى انا دلوقتي بتكلم على انيو بقى, على الدارك الاول ولا الدارك الثاني؟ الدارك الثاني. ليه؟ او ادي الاوبزرفيشن سكرين اهو. حلو, ادي السنترال, وبعدين هنا في دارك, ادي اول دارك, وبعدين برايت, وبعدين سكند دارك. افكرك تاني بالباث ديفرنس, مش هسيبك والله ما هسيبك. اهو بص اهو زيرو لامدا, طب وهنا؟ لا دي نص لامدا, طب وهنا؟ دي واحد لامدا, طب وهنا 1.5 لامدا. اهو دي اللي بنتكلم عليها. يبقى دي انيو دارك؟ طبعا دي السكند دارك اهو, دي السكند دارك اهو, سكند دارك اهو السكند دارك. يبقى تاني دارك هتبقى 1.5 ايه لامدا, فالانسر طبعا هيكون سي. دي نمبر 23. طب جميل, 24 بيقول لك نيانج دبل سليت اكسبيرمنت. ماشي, تو اوبتين اوبيفيوس انترفيرنس باترن, اوضح اوبيفيوس اه. يبقى الدلتا واي اكبر, يبقى لازم لامدا ار اوفر دي يبقى اكبر لامدا او اكبر ار او اقل دي. تعال نقرا الاختيارات. تيوز مونوكروماتيك سورس, يعني بيتكلم دلوقتي على السورس نفسه, لازم يكون اكبر ويفلنس, ده الاكبر اهو. الاكبر ايه؟ الاكبر. طب مين الاكبر؟ الاكبر طبعا هو الريد لايت, ده الويف لينس الاكبر, فيدي لك اكبر دلتا واي الاوضح. هاي جميل, جميل جدا. دي 24. تعال بعده 25, بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر شو ذا سنترز اوف ذا انترفيرنس رينجز اوبتيند ان يونج دبل سليت اكسبيرمنت with definite drawing scale if the position x represents the center of the central fring. يعني دي السنترال, دي السنترال اهو, دي السنترال. طب جميل, بعدين راح قال لك the position y represents the center of tens, يعني دي العشرة, دي نمبر 10, يعني كده ادي 2 4 6 8 10, يعني كل واحدة باتنين, يبقى هنا في اتنين. ماشي, وبعدين هنا في اتنين, وهنا في اتنين, وهنا في اتنين, وهنا في اتنين, عشان دي تبقى التانية, دي تبقى الرابعة, دي تبقى الستة, دي تبقى التامنة, دي تبقى العشرة. جميل, جميل. فرح علي بقى واحدة واحدة, the center of the force bright fring, الفورس فين؟ او الفورس هنا اهو. يبقى بص الفورس عند مين؟ عند بي. يبقى الفورس طبعا كانت عند بي. بس اسئلة اي كيو بسيطة, لو دي السنترال ودي التنس, فيبقى كل مسافة باتنين بس, فانت وعند ايه التانية, يبقى بي هتبقى الفورس. 26, the opposite figure shows the centers of the interference fring obtained in young double slit experiment with definite drawing board if the position x represent the center of the central fring. دي السنترال اهو, دي ليه؟ دي السنترال. ماشي, طب بعدين and position y. جميل, عايز ايه؟ represent center of center fring and position y, ماله بقى؟ represent the center of second bright, يبقى y هو التاني. يعني بص ادي 1 2 3 4 تاني, يعني كل اتنين بواحدة, يعني ده كده هتبقى الاولى, دي الفيرست برايت اهو, فيرست ايه برايت. ماشي, طب جميل, ودي هتبقى السكند ايه؟ سكند برايت اهو. يبقى كده ادي واحدة, ادي التانية, يبقى في النص دانسس,
يبقى ده الفيرست دارك وده السكند دارك او السكند دارك ودي الفيرست دارك. ماشي، هو عايز ايه بقى؟ ذا سنتر اوف ذا سكند دارك فرينج ويل بي ات بوزيشن سكند دارك. اهي عندي ايه؟ عندي دي اللي هي دايما قبل السكند برايت. لو انت عايز بالمناظره اهو كده اهو عشان تفهم القصه، لو دي السنترال وادي دارك اهو وبعدين برايت وبعدين ايه دارك التانية، فده لو السنترال قلنا هو اكس فيرست دارك وسماهاش، بعدين فيرست برايت سميناها سي، بعدين ادي دي وبعدين هنا في برايت سماه ايه سماه واي. فهو عايز مين؟ هو عايز السكند دارك او السكند دارك. جميل، هتكون طبعا دي اهي هتبقى دي 26. تعال اللي بعده نمبر 27 بيقول لك suppose that young double slit experiment is conducted in water instead of air using same apparatus with the same geometrical قلنا ايه arrangement so the interference rings. بص الدلتا واي قلنا دايركت مع اللامدا، حفظنا بقى اللامدا دايركت مع الفيلوستي ودي واخدينها من الريفراكشن لما تعدي من ميديم انتو ايه انتو انذر. جميل جميل. طب بعدين الفيلوستي انفرس مع مين؟ مع الاندكس. يبقى علاقة الان بالدلتا واي هتبقى ايه انفرس، فانت جاي من اير لووتر. جاي من اير لووتر، فالان هنا ب 1 والان هنا 4 اوفر 3. حلو، فالان حصل لها ايه؟ الان زادت. فالان يا معلم لما تزيد ده معناه ان الدلتا واي لازم تقل. تقل يعني ترفع، يعني لو كانت كده دي دلتا واي المسافه دي ترفع يعني تبقى كده. بص فدي هتبقى الدلتا واي، يبقى دي بيكم ايه؟ بيكم سينر ارفع، بيكم سينر بيكمز ايه سينر، يبقى الدلتا واي هتبقى ارفع. ارفع يعني العدد يكتر، خباك مش يقل. يعني اوعى تقول لي بيكمز فيور، لما تبقى ارفع العدد هنا هيزيد. بص هتلاقي العدد هنا فين القصه اهو هتبقى كده، هتلاقي العدد هنا لازم يحصل له ايه؟ حصل له increases. جميل جميل جدا. فالانسر طبعا هتبقى becomes sinner. 27 28 28 بيقول لك ان young double slit experiment the width of the bright fringe was delta y. ماشي، if the experiment is repeated with immersing the whole apparatus in liquid حطيناه في liquid refractive index بتاعته n without distributing او disturbing its geometrical arrangement ال width يحصل له ايه؟ بص تاني اهو الدلتا واي دايركت مع اللامدا، اللامدا دايركت مع الفيلوستي، الفيلوستي انفرس مع الان اهو بس الفيلوستي انفرس مع الان. فانا ممكن اقول دلتا واي اير على دلتا واي ميديم يكون ان العكس ان الميديم على ان الاير. احنا حافظين ان الاير بكام؟ ب 1. طب جميل، انت عايز ايه بقى دلوقتي؟ الدلتا واي في الاير كانت اسمها دلتا واي، الدلتا واي في الميديم انا عايزها دي طالع دايره بتساوي هنا ان الميديم اللي هي ان على 1، فتعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن. يبقى الدلتا واي ميديم الجديده هي 1 في دلتا واي على ان اهو، يبقى دلتا واي اوفر ايه؟ اوفر ان. فالانسر طبعا هتكون سي. دي نمبر 28. تعال اللي بعده نمبر 29 انا عايز اجابتين. بص بيقول لك ايه choose two correct answers in each of the following the opposite figure represent young double slit experiment so which of the following choices lead to decreasing distance delta y. تعالى نكتب الرول. الدلتا واي هي لامدا ار اوفر دي. حلو، طب جميل، دلوقتي الدلتا واي انا عايزها ايه؟ ديكريزنج الدلتا واي اهو تقل، يبقى يا اما اقلل ويفلنس يقلل ار يزود دي. حلو، فاول حاجه انكريزنج ديستنس ار وعايزه ديكريزنج كمان ايه تو هاف، يعني دي تقل النص، فالمعلمه اللي فوق دي تقل النص وده يزيد ايه؟ ده يزيد دبل. فقال لك الار بقت 2 متر. غلط، انا عايز الار تقل. ديكريزنج الديستنس ار تو 0.5 ينفع؟ ما واحد نخليها 0.5 فساعتها كده قلت للنص فدي تمشي تمشي.
increasing the distance دي to 4 هيديك كام؟ 1. لا انا عايزها تبقى 2 ملي متر، تزيد للدبل ما تبقاش 4، يبقى 4 غلط. decreasing دي غلط، انا عايزها تزيد، يبقى كده حل ايه؟ لو increasing distance دي to 2 ملي متر، فعلا محتاج دي تزيد دبل وده يقل ايه؟ يقل النص. فالانسر طبعا هتكون ايه. طب جميل، تعالى السؤال اللي بعده. نمبر 30 بيقول لك when light wave passing through a slit that is narrow relative to wavelength the property that it change for the wave is، يعني بالاخر لما الضوء بيعدي من فتحه صغيره اهو مقارنه بالطول الموجي بتاعته، ايه الخاصيه اللي بتتغير؟ بيحصل له ديفراكشن، بيحصل له حاجه اسمها ديفراكشن، يعني بيغير الدايركشن بتاعه. بص بيفرش المدى بتاعه بيتغير، ده اسمه ديفراكت. فهل السبيد؟ لا. الويف لينس؟ لا. الدايركشن اوف بروباجيشن فريكوانسي برضه لا. فالحل طبعا هيكون الدايركشن اوف بروباجيشن هو اللي بيحصل له تغير، اتجاه انتشار الموجه. فالانسر طبعا هيكون دي. جميل، تعال نخش في السؤال اللي بعده. فيلا يلا بينا. السؤال اللي بعده يا شباب نمبر 31 بيقول لك ذا فولوينج دايجرام represent a given range of the electromagnetic spectrum so which of the following electromagnetic wave gives a more apparent diffraction، اعلى diffraction. مش قلنا اكبر diffraction يا اما اصغر سليت يا اما اكبر موجه؟ طب هو دلوقتي مثبت السليت، ما اتكلمش على السليت دي، يبقى دي كونستنت. هو بيتكلم دلوقتي على ايه؟ على اللمضه. فاكبر موجه مين؟ يبقى اكبر ويف لينس هي المايكروويفز اهو، دي تحقق مور اوبيفيوس ديفراكشن. ديفراكشن الاكثر وضوح، فطبعا هتبقى المايكروويفز اهي، هتبقى بيه. طب جميل، تعال اللي بعده. 32 بيقول لك the opposite figure represent a house below level of a hill top. ماشي، في تلة receiving radio waves، موجات راديو. So the reason which let these waves reach the house is a phenomena. بص ان موجات وهي بتعدي اكن وكان، يعني وكان وكان ها وكان تاني اهو، دي السما اهو، دي السكاي. فوكان دي نارو سليت، فالموجات عشان تعدي هنا بص فهي كانها عدت من نارو سليت، فبيحصل لها ايه؟ ديفراكت اهو، حيود، تبدا تحيد عن مسارها، تبدا تنتشر، واتجاه الانتشار ومدى الانتشار بيزيد، فبيحصل لها فينومينا هنا اسمها ديفراكشن. اسمها ايه؟ اسمها ديفراكشن، دي الفينومينا اللي بتحصل. طب جميل، يبقى بيقول لك بتوصل ليه نتيجه فينومينا ظاهره؟ هل هي انترفيرنس استحاله؟ هل ريفراكشن ما عداش من ميديوم لميديوم؟ ولا ريفليكشن؟ فاكيد هي مين؟ حتى بالاستبعاد اللي هي الديفراكشن. طب جميل، 33 بيقول لك it's difficult to observe the diffraction in daily life، في حياتنا الايه؟ اليوميه. ليه صعب؟ نتيجه ان عشان يحصل ديفراكشن لازم اجيب نارو سليت جدا تكون اصغر كمان من اللامدا. اللامدا بتاعت ايه؟ بتاعت الويفز. ماشي، طب هو اللامدا بتاعت الفيزبل بتاعتنا اهو، فكر معايا من كام لكام؟ قال لك من اول 700 نانومتر لحد 400 نانومتر. نانومتر، فالرقم ده بالنانو، يبقى محتاج سليت النارو سليت اللي هنا دي تكون برضو بالنانو. فالموضوع ده صعب جدا، مش هتشوف حياتك اليوميه بقى صعوبته، او ان هو difficult to observe نتيجه الشورت ويف لينسز اوف ذا فيزبل لايت، ان الفيزبل لايت اللامدا بتاعته اصلا صغيره جدا، فمحتاج سليت اصغر منه. طب جميل، 34 ذا اوبوزيت دايجرام ريبريزنت ا ويف فرونت. ويف فرونت اللي هو ايه؟ صدر الموجه، يعني ان الموجه هتخبط في البارير بكل اجزائها. لو انا معايا بارير كده والموجه جايه كده اهو، ده مش ويف فرونت، مش ما يعتبرش مكان ويف فرونت الويف، في بارتكلز او اجزاء من الويف هتخبط واجزاء متاخره. فكلمه ويف فرونت يعني انا حاطط بارير سواء سليت او تو سليت بالظبط قصاد الموجه بالظبط، او قصادها بحيث الموجه لما تيجي تخبط كل اجزائها تكون ايه؟ قصاد البارير. حلو، ما علينا يعني، بس دي مش قضيه، بس عشان تبقى فاهم يعني ويف فرونت. When passing through aperture which of the following changes in the aperture اللي هي النارو سليت size and wavelength of light could make the diffraction more obvious. قلنا برضو تاني لازم الايه؟ الفتحه الاصغر والموجه الاكبر يحقق لك ايه؟ اكبر ديفراكشن. اصغر يبقى صغر الفتحه كبر موجه، صغر فتحه كبر موجه تعمل اكبر ديفراكشن. فيبقى لازم ايه؟ صغر فتحه، الابريتشر سايز ديكريزز. ماشي،
جميل. والويف لينس انكريزس اهو، كبر موجه صغر فتحه يحصل ايه؟ اكبر حيود واكبر انحناء واكبر بندد للايه؟ للويف. طب جميل، تعالى اللي بعده 35 بيقول لك ذا بروبرتي اوف لايت ويف ويتش دازنت جيت افكتد ان بوث فينومينا اوف ريفراكشن والديفراكشن. اول حاجه البروباجيشن بتغير في الريفراكشن، البروباجيشن بتغير في الريفراكشن يبقى ما ينفعش، وكمان بيتغير في الديفراكشن والديفراكشن. طب السبيد، السبيد بتغير في الريفراكشن ما تنفعش. طب الويف لينث بيتغير في الريفراكشن ما ينفعش. الفريكوانسي، الفريكوانسي ولا بتتغير في الريفراكشن، قلنا لو عدينا من ميديوم انتو انذر الفريكوانسي مالها كونستنت. طب جميل، طب لما موجه تعدي من فيري نارو سليت في ظاهره الديفراكشن ما هي نفس الويف بنفس الايه؟ بنفس الفريكوانسي بتاعتها، في الفريكوانسي ثابت. اه الويف لينث ثابت بس خلي بالك وعايز في الظاهرتين، لان في الريفراكشن الويف لينث بيتغير، فايه الخاصيه اللي في الظاهرتين التو فينومينا دازنت افكتد؟ طبعا هي الايه؟ هي الفريكوانسي. طب جميل، 36 بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنت يونج دبل اكسبيرمنت وات ار ذا لايت فينومينا ذات اوكير ات بوث بوزيشنز اكس اند دي اس 1. فاللي بيحصل هنا عند اس 1 ان في موجه تبقى جايه كده فتبدا هنا تحصل لها ديفراكشن، ماشي. يبقى عند اس 1 هيجي يظهر لي هنا ويف برضو يحصل لها ديفراكشن اهو بالمنظر ده، جميل. وهنا في ويف يحصل لها برضو ديفراكشن. طب جميل، ويحصل ما بينهم ايه بقى؟ انترفيرنس. يعني الانترفيرنس بيظهر هنا اهو، ده الانترفيرنس، ماشي، حلو قوي الكلام ده. طب هنا قال لك هنا بيحصل ايه؟ الديفراكشن قبل الانترفيرنس، يعني عند السليت نفسها، عند السليت هنا يبدا يحصل الديفراكشن، وبعد يحصل انترفيرنس بيظهر فين؟ بيظهر عند اكس على الشاشه، يعني انا بشوفه عند اكس. فعند بوزيشن اكس طبعا في انترفيرنس، وعند اس 1 في ديفراكشن، فالانسر هتكون بي. جميل، جميل جدا. يبقى اس 1 ديفراكشن واكس انترفيرنس. 37 بيقول لك ذا الكترو ماجنتيك ويف ان ويتش ذا ديفراكشن بيكمز مور كليرر افضل when they passing through a pressure of dimension ايه؟ 10 power negative. انت عايز الحيود يبقى اكبر، يبقى اصغر فتحه اكبر موجه. طب هو ما جاش جنب الفتحه دي، يبقى دي كونستنت دلوقتي، مش قصتي دي، مش قصتي. انا عايز اكبر لامدا. مين اكبر لامدا في القصه دي؟ المايكرويفز ولا الراديو ويفز ولا الجاما ولا الاكس راي؟ طبعا الراديو ويفز هي اكبر ويف لينسز، فيحصل فيها ايه؟ اكتر ديفراكشن. دايما الديفراكشن ملخصه جمله واحده، عايز افضل ديفراكشن يبقى يصغر فتحه كبر موجه يحصل اكبر حيود. طب هو لو الفتحه ثابته السليت ثابته يبقى كبر ايه؟ الموجه. طب لو الموجه ثابته يبقى صغر ايه؟ الفتحه. يبقى عندك احتمالين، طب تقدر تغير في الاثنين، يبقى يحصل افضل ديفراكشن اكتر واكتر، اصغر سليت اكبر ويف لينسز يحصل افضل ديفراكشن، فتبقى راديو ويفز. 38 بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنت فينومينن اوف ديفراكشن فور ا لايت ويف لينس اوف لامدا اند فريكوانسي نيو ثرو ان ابريتشر اوف سايز دي. حلو، سو تو انكريز ذا ريزوليوشن اوف ديفراكشن. ما نفس القصه، يعني ريزوليوشن اوف ديفراكشن يعني يبقى مور كليرر اهو، يعني اوضح. انا عايز الديفراكشن يبقى اوضح. هي نفس اللعبه، يعمل ايه؟ قلنا كبر لامدا وصغر فتحه. كبر لامدا يعني قلل تردد، قلل ايه؟ فريكونسي. ده الباكج اللي انت ايه تفكر فيه. يبقى لايت اوف فريكونسي ليس ذان نيو صح، فريكونسي هاير غلط، لايت اوف ويف لينث ليس ذان غلط، ابريتشر اوف سايز ليس ذان دي صغر فتحه اه صح، ابريتشر اوف سايز جريتر ذان دي غلط. وهو كان عايز اجابتين طبعا، اي سؤال بخمس اختيارات هو عايز اجابتين، يبقى انا عايز فريكونسي اقل يعني لامدا ايه؟ لامدا اكبر، وبريتشر اوف سايز جريتر سوري ليس ذان دي، يبقى انا صغرت الايه؟ السليت، او صغرت الايه؟ الفتحه النارو سليت اللي هيعدي منها الضوء، فيحصل ديفراكشن بريزوليوشن اعلى، يعني هيبدا الحيود دقته او شدته او اللي الوضوح بتاعه يبقى ايه؟ يبقى اعلى. طب جميل، دي 38. عندنا بعد كده 39 اخر سؤال عندنا في التشويزز، بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنت اهل that separates between a TV transmission station and house. جميل، يعني الترانسميشن ستيشن التي في ده شبه الراديو اللي خدناه من شويه،
بيطلع موجات مثلا ولتكن كده اهو، دي الموجات منتشره في الاتجاه ده. جميل، هتيجي تعدي من هيل هتبدا ايه تتنى بندد، يحصل لها ظاهره الايه الديفراكشن، فتبدا يحصل لها كده لما تيجي تعدي اهو اهو. فالمدى والانتشار والبروباجيشن دايركشن هيتغير، فيوصل للهوس بوضوح، هيوصل للهوس ايه بوضوح او اوضح. يعني هو السؤال بيقول لك although the hill act as a shield، يعني درع او حاجز for the station but the house receives استقبل the TV station perfectly so what happened to the TV waves at the hill؟ ايه اللي حصل الويفز هنا؟ ايه الظاهره اللي حصلت هنا؟ حصلت ظاهره الايه؟ الديفراكشن، ظاهره الحيود، حيود الضوء، بيحصل ظاهره اسمها الديفراكشن. طبعا مش ريفراكشن بالاستبعاد، ما عداش من ميديوم لميديوم، مفيش موجه تانية يحصل ما بينهم تداخل او سوبر بوزيشن، مفيش مرايه يحصل ايه ريفليكشن، فحصل حاجه اسمها الديفراكشن. جميل جميل يا شباب، يبقى احنا كده خلصنا الجزء الخاص بالتشويز بتاعتنا. كان كم رهيب، كم محترم يقفل لك موضوع الانترفيرنس والديفراكشن. جميل، تعال بقى نخش في الايه، تعال نخش في الستوري بروبلمز والاسئله الفاضلين في الهومورك. فيلا يلا بينا، هنبدا دلوقتي يا شباب الستوري بروبلمز بتاعتنا. تعالى كده ايه واحده واحده. فبص بيقول ايه، بيقول لك يونج دبل سليت اكسبيرمنت، ماشي، اف ذا ديستانس بتوين تو كوهيرنت سورسز. التو كوهيرنت سورسز قلنا اللي هي الدي اهو، ما بين اس 1 واس 2 المسافه دي اللي هي الدي، فهو مديك الدي بكام؟ 1.6 ملم، ماشي. وير ذا فرينجز وير فورمد اون ذا سكرين ات ا ديستانس، ات ديستانس بديل ار، قلنا دايما في حيز قريب من الايه؟ من المتر. 0.6 وانا حولتها متر، ماشي. From the two sources and the third bright fringe goes 0.6 from the central. طب تعالى واحدة واحدة. ادي اهو الرسم. اهو دي السنترال. وادي دارك. وادي برايت. وادي دارك. جميل؟ وادي برايت. فدي اهو زيرو. فيرست وسكند وادي دارك وادي برايت وادي السر، فدي دلتا واي 2 3. يبقى انا عندي معلوميه ان الثلاثه دلتا واي، وانا علمتك الرقم اللي بيديهولك دايما ده العدد، يبقى ثيرد برايت يبقى 3 دلتا واي ايكوال 0.6 ملي متر، يبقى الدلتا واي بكام؟ 0.2 ملي متر، ماشي. طب جميل، فايند ذا ويف لينث اوف ذا يوزد لايت، هات الويف لينث. منتهى البساطه اكتب الدلتا واي لامدا ار اوفر دي، فاللامدا هتبقى دلتا واي في دي اوفر ار، ماشي. الدلتا واي ب 0.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 والدي 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 اوفر الار، جيفن بكام؟ قلنا 60 سنتي اللي هي 0.6. فالحسبه دي هنبدا نحسبها كده على الكالكوليتر، هتبقى 0.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 في 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 اوفر 0. قلنا كام؟ 0.6 هتطلع بالظبط معانا، بتتكلم في 5.33 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 متر، دي الايه؟ دي الويف لينث. طب جميل، تعالى بعده نمبر 2. نمبر 2 بيقول لك calculate the frequency of the light which is used in young double slit distance between two narrow slits، يبقى ده الدي 0.00015 distance between observation screen يبقى ده الار 0.75 distance between two successive bright fringe يبقى ده الدلتا واي اهو، يبقى الدلتا واي هو لامدا ار اوفر دي. حلو، هو عايز ايه بقى؟ هو عايز الفريكونسي، يبقى نجيب له اللامدا الاول، هنعمل كروس مالتيبليكيشن، فاللامدا هي الدلتا واي في دي اوفر الار، فالدلتا واي ب 0.002 في الدي اللي هي 0.00015. طب جميل، اوفر الار اللي هي 0.75. حلو، فنبدا نحسب القصه دي بالتفصيل اهو، 0.002 تايمز 0.0015، جميل، 0.15 اوفر 0.75، فنجيب اللامدا، فاللامدا تطلع ب 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 متر، ماشي. ده الايه؟ ده الويف، بس هو عايز فريكونسي،
من الويفز بقى، انت عارف بقى من الويفز هي عباره عن الفيلوستي على اللمض. سرعه الضوء مديها لك نونج ذات سبيد اوف لايت، مديها لك في الاير ب 3 تايمز 10 باور 8 اوفر 4 10 باور نيجاتيف 7. حلو. فالحسبه دي لما نيجي نحسبها 3 تايمز 10 باور 8 اوفر الانسر تطلع بالظبط 7.5 10 باور 14 هرتز. جميل؟ جميل جدا. حلو، ده السؤال الثاني. السؤال الثالث بيقول لك calculate the distance between the double slip barrier and the observation screen. اهو يبقى عايز الار. حلو، عايز الار، وراح قال لك بقى المعلومات كلها ايه ان ذا اوبزيت فيجر. فانا اطلع معلومات واحده واحده. الدي هل بواحد؟ لا، هي المسافه دي كلها. يبقى 2 ملي متر، اللمدا ب 500 نانو متر. ماشي، دي كام دلتا واي؟ من الدارك ده للدارك ده دي واحده، ودي الثانيه ودي الثالثه، يعني المسافه دي 1 2 3. يبقى انا معايا 3 دلتا واي ب 0.6 ملي متر. يبقى الدلتا واي الواحده ب 0.2 ملي متر. ماشي، اشتغل بقى. هو عايز الار، فلما نكتب الرول اهو الدلتا واي هي لامدا ار اوفر دي. فلما اعمل كروس مالتيبليكيشن اهو كده، فتبقى الار هي دلتا واي في دي اوفر لامدا. حلو، تعال نعوض بقى. يبقى 0.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تايمز الدي ب 2 ملي، يعني 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 اوفر اللامدا، يعني 500 تايمز 10 باور نيجاتيف 9 تايمز 10 باور كام؟ نيجاتيف 9. فلما نيجي نحسبها تبقى 0.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تايمز 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 برضو اوفر 500 تايمز 10 باور نيجاتيف 9. فتطلع الار معانا ب 0.8 زي ما مكتوب عندك ايه في الانسر 0.8 متر. طب جميل، ركز معايا. نمبر 4، نمبر 4 بيقول ايه؟ بيقول لك ان يونج دبل سليت اكسبيرمنت ذا سيباريشن بتوين ذا تو سكسيسيف انترفيرنس فرينجز سيم تايب اوف جرين. يعني الدلتا واي جرين ب 0.275 ملي متر. ماشي، عندي اتس ويف لينسز ولامدا جرين 550 برضو ايه نانو متر. بعدين وين ريد لايت اوف ويف لينس، انا معايا اهو لامدا الريد بكام؟ ب 600 نانو متر. ماشي، وبعدين از يوزد اور فايلوت اوف ويف لينس، ادي اللامدا فايلوت 400 نانو متر. Find the distance between the centers of two successive interference fringe of the same type of red. فكل اللي هنعمله هنعمل ايه؟ اهو هنعمل ريشيو، لان احنا عارفين من على جنب اهو الدلتا واي دايركت مع اللامدا. الدلتا واي دايركت مع ايه؟ مع اللامدا. فانا ممكن اقول اهو دلتا واي ريد على دلتا واي جرين هتبقى لامدا ريد على لامدا جرين. حلو، واعوض بقى دلتا واي دي احنا عايزينها، وعايز ديستنس بتوين سنتر اوف تو سكسيسيف مره ريد ومره فايلوت، يبقى دي زي ما هي. طب جميل، اوفر الجرين ب 550 اهو. حلو، ايكوال ايه بقى؟ اللمضة دي ب 600 والجرين يا معلم ب 550 اهو. فنعمل ايه؟ هنعمل كروس مالتيبليكيشن، هنعمل كروس. انا حاسس ان انا قلت حاجه غلط، عوضت اهي، شفت؟ عيب، عوضت حاجه غلط. واحد عنده سنس كده 0.275 بس. فلما نعمل كروس مالتيبليكيشن 0.275 تايم 600 ديفايدد 550 هتطلع لك بالظبط الدلتا اهي كده اهو الدلتا واي ريد بكام؟ ب 0.3 ملي متر. ماشي، طب بعدين عايز نفس القصه بس الايه للفايلوت، الديستنس بتوين سنترز اوف تو سكسيسيف انترفيرنس فور سيم تايب فور فايلوت. اه نفس اللعبه. حلو، هقول له بقى الدلتا واي
دلتا واي فايلوت على ايه؟ على اللامدا فايلوت. وخلي هنا اللامدا فايلوت وخليها دلتا واي فايلوت على دلتا واي جرين. دلتا واي جرين دايركت على اللامدا فايلوت، وهنا تبقى اللامدا ايه؟ لامدا جرين. وتعالى نعوض. فلما تيجي تعوض انت عايز مين؟ انا عايز الدلتا او الدلتا برضو دلتا واي فايلوت على الدلتا واي جرين اللي هي 0.275 ايكوال اهو اللامدا فايلوت، هو مديها لك ب 400 واللامدا جرين ب 550. فانا هعمل ايه؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن. فلما اجي اعمل كروس مالتيبليكيشن 0.275 تايمز 400 ديفايدد 550 فتطلع 0.2. يعني يطلع كده اهو ان الدلتا او الدلتا برضو الدلتا واي فايلوت هتطلع ب 0.2 ملي متر. ودول الاجابتين اللي هو كان عايزه، ادي اجابه وادي الاجابه الايه الثانيه. فده الانسر بتاع السؤال مجرد ريشيو علشان هما دايركت. طب جميل، تعالى السؤال اللي بعده نمبر 5. نمبر 5 بيقول لك ان يونج دبل سليت اكسبيرمنت if the wavelength of the used light changed from 400 to 600 نانومتر. فده لامدا 1 ولامدا 2، ادي 400 وادي 600 ماشي. And the distance between the central fringe and the first minima. Central fringe و first minima دي half delta y لانه من قوي central fringe يعني bright والfirst minima يعني dark، اول dark الfirst dark يبقى نص الدلتا واي. نص الدلتا واي انكريز باي، عارف يعني ايه؟ يعني نص دلتا واي 2 هو عباره عن نص دلتا واي 1 بلس 0.01 ده نص الدلتا واي. لما يقول لك انكريز باي يعني بلس ماشي. فلما اعمل تايمز 2 فيبقى دلتا واي 2 هو عباره عن دلتا واي 1 وانكريز باي 0.02 ده الزياده. الكونديشن ده مهم قوي. طب بعدين قال لك انا عايز بقى الديستنس بتوين سنترال اند سكند ماكسيما، يعني عايز 2 دلتا واي هتبقى بكام؟ اشتغل ريشيو. ما هو دلتا واي 2 على دلتا واي 1 ايكوال لامدا دايركت او لامدا 2 على لامدا 1. عايز تكتب بالعكس براحتك، يعني 1 على 2 يبقى هنا 1 على 2. فدلتا واي 2 هخليها دلتا واي 1 بلس 0.02 على دلتا واي 1 ايكوال لامدا 2 ب 600 over ايه؟ over 400. فكل اللي هنعمله هنشيل اهو زروين مع زروين، ف 6 على 4 تطلع 3 على 2. طب بعدين هنبدا نعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن اهو اهبل كده اهو كروس مالتيبليكيشن. فهتبقى دلتا واي 1 في 3 اهو 3 دلتا واي 1 اللي هو ده في ده، بعدين 2 في كل دي 2 في دلتا واي 1 اهو بلس 2 في 0.02 يعني 0.04. فدي انا وديها بالماينس فتبقى دلتا واي 1 تطلع 0.04 ماشي. ده الدلتا واي 1. طب جميل، فهو كان عايز ايه بقى؟ هو عايز كالكوليت ذا ديستانس بتوين ذا سنترال فرينج اند سكند ماكسيما ان ذا فيرست كيس، مش سكند كيس. في الفيرست كيس دي يعني دلتا واي 1، خلي بالك ركز الجمله دي تاني. الديستانس بتوين سنترال فرينج اند سكند ماكسيما يعني 2 دلتا واي. طب 2 ولا 1؟ فيرست كيس يبقى 2 دلتا واي 1 اهي. حلو، فيرست كيس يعني دلتا واي 1 وقال للفيرست سنترال السكند يبقى 2 دلتا واي 1. طب ما انا جبت الدلتا واي 1 هو عايز ايه بقى؟ عايز 2 منها. ف 2 دلتا واي 1 هتبقى 2 تايمز 0.04 فتطلع كام بقى يا معلم؟ هتطلع هو ال 2 اهو دلتا واي 1 ايكوال 0.08 طبعا هتكون ايه؟ ملي متر، لان احنا ما حاولناش حاجه. فكره محترمه. يبقى يقول لك انكريز باي يعني بلس ونص. ليه عرفنا ان نص في الفيرست بالسنترال الفيرست مينيما تبقى نص دلتا واي الثانيه هي نص دلتا واي الاولى بلس دي يعني عشان انكريز باي وبعدين تايمز 2 كلها. عملت القصه دي كلها تايمز 2 تبقى دلتا واي الثانيه دلتا واي الاولى بلس 0.02 الدلتا واي دايركت مع اللامدا فتطلع منها الريليشن. طب جميل،
اخر سؤال عندنا في البروبلم. بص بيقول ايه الراجل ده. ريد لايت اوف ويف لينس 6000 ادي لامدا ريد 6000 انجسترو. حلو. ماله بقى فيل؟ قال لك ان دبل سليت سيبريتد باي ديستانس، دبل سليت سيبريتد باي ديستانس 2 يبقى ده دي 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 متر. So the interference pattern appear on the screen at a distance of 1 meter sorry away from the two slits. If the red light is replaced by violet, يبقى انا جبت لامدا violet 4000 انجسترو. طب جميل. What is order of the bright fringe؟ يعني ايه الترتيب؟ order يعني ترتيبه او العدد of the bright fringe of violet which has the same position، نفس البوزيشن للسكند برايت في الريد. يعني الثانيه دلتا اي في الريد تدي كام فايلوت؟ حلو، تعال نشوف، تعالى نشوف في واحده واحده. ممكن العب لعبه حلوه قوي، ان الدلتا واي دايركت مع اللمده، فاقول دلتا واي ريد على دلتا واي فايلوت ايكوال لامدا ريد على لامدا فايلوت. حلو. فالدلتا واي ريد او زي ما هي، دلتا واي فايلوت برضه زي ما هي، اللامدا ريد ب 6000 انجسترو ما تحولش عشان دي ريشيو اوفر 4000 انجسترو. فايه اللي يحصل؟ يعني التلات اصفار تروح مع التلات اصفار، قسمت يعني، فتطلع دي 3 اوفر 2. فهعمل ايه؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن، هيبقى 2 دلتا او 2 دلتا واي ريد هتساوي 3 في دلتا واي فايلوت. ايه ده؟ مش هو كان عايز حاجه زي كده؟ بص هو قال لك ايه؟ قال لك وات از ذا اوردر اوف ذا برايت فرينج ان فايلوت ويتش هاف ذا سيم بوزيشن اوف ذا سكند برايت في الايه؟ في الريد اهو. يبقى السكند برايت في الريد الثانيه تمثل اوردر كام في الفايلوت؟ هو كان عايز دي بقى. يبقى الثانيه في الريد تمثل الثالثه في الفايلوت. طب يعني ايه؟ فهمني. انا ما اجي ارسم كده اهو، ادي لا مش عايزين كده، احنا ادي الاسود اهو. لو انا جيت رسمت لك ادي ده السنتر، جميل، وبعدين هنا ايه في ده برايت بيبقى ايه ريد، جميل، وبعدين هنا في دارك، وبعدين هنا ايه برايت. فالمفروض دي التانية في الريد اهو تمثل المفروض بقى التالتة في الفايلوت. يعني ايه؟ يعني كده، لان في الفايلوت اللمده قلت فالدلتا واي هتبقى ايه؟ هتبقى ارفع. فهتلاقي ده اللي هيحصل. بص اهو هتبقى كده اهو كده، وادي دارك اهو، وبعدين ده مثلا ايه برايت، وبعدين اهو ادي دارك، وبعدين ايه بعدين ايه برايت. فهتلاقي القصه اهو، ادي ده مثلا اعتبر ده الفايلوت، ادي كده واحده، وبعدين ادي ايه ادي الثانيه، وبعدين دي ايه دي الثالثه. فالمسافه اهو اللي تمثل 2 في الايه في الريد، 2 في الريد اللي هو 2 دلتا واي هتعمل 3 في الفايلوت. او دي مثلا تعتبر يعني بالمثل كده، دي 1 2 3 يكون عملت هنا 2، هي المفروض 2 دلتا واي، بس طبعا انا مش هكمل رسم بقى، يعني دي واحده وبعدين الثانيه، فانا تكون عملت ايه 3، دي واحده الثانيه بالثالثه هتكون عملت 3. فعشان تتخيل بس ايه القصه، طبعا انت مش مطالب ترسم، يعني عايز يقول لك ان انت هنا عشان اللمده اكبر فالدلتا واي اكبر، فهنا قبل ما تعمل 2 دلتا واي هتكون هنا انت هنا عملت ايه 3، هتكون هنا عملت 3. يعني انت عايزني اكملها لك اهو. بص يعني احنا هنا نقول ايه في دارك، وبعدين المفروض ايه دي هتبقى كده، يبقى احنا كده عندنا 2 دلتا واي بالظبط، دي دلتا واي ودي دلتا واي اهو، السنتر للسنتر ادي واحده، وبعدين دي الثانيه، فدي هتعتبر 2 دلتا واي، فلازم هنا تعمل 3 بقى. بص هي المفروض دي واحده والثانيه، وبعدين نقول هنا في دارك، جميل، وبعدين هنا في ايه في هتبقى برايت اهو بالمنظر ده، هتكون عملت ايه 3. فانت هتلاقي المسافه هنا طبعا رسم كروكي، ادي واحده ادي الثانيه ادي الايه ادي الثالثه. جميل جميل جدا. لو انا جيت قلت شلت كده هتبقى قد بعض ايه بالظبط اهو، ماشي. فدي هتبقى 3 دلتا واي، بس هنا في الايه في الفايلوت تمثل 2 دلتا واي فين في الريد. جميل. يبقى ادي واحده ادي الثانيه، 2 دلتا واي ريد
تمثل ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة دلتا واي في الايه في الفايل. هل انت مطالب ترسم؟ لا، ده الاستريشن الشرح ليك. تكون هتعمله تبقى عارف ان هم دايركت، فتعمل ريشيو وبعدين تعوض بالويف لينسز، تعمل كريس كروس، هتطلع معاك اتنين فعلا دلتا واي ريد، تبقى الاوردر ده الاوردر اللي هو عايزه، ده الكوتشن مارك كام في الفايلوت، هتطلع طبعا بسري. جميل جميل جدا. يبقى احنا كده خلصنا البروبلمز بتاعتنا، تعالى بقى نخش في الاسي. يلا يلا بينا. هنبدا يا شباب دلوقتي في الاسي، عندنا ست اسئله كده نشوف افكار المقالي بتقول ايه. فاول حاجه بيقول لك هاو تو جيت هاي نوتسبل ملاحظ اكتر انترفيرنس باترن ان يونج دبل سليت اكسبيرمنت. هتقول الدلتا واي هي لامدا ار اوفر دي. طب جميل، اكتر دلتا واي ملاحظه يعني اكبر دلتا واي، يبقى اكيد اكبر ويف لينس، اكبر ار اقل دي. بس يعني لازم تزود الويف لينس، تكبر الار، تقلل الديستانس. بس اي حاجه بالثلاثه دول، يبقى انكريز الويف لينس او انكريز الويف لينس وانكريز الار برضو انكريز الار وديكريز الديستانس بتوين التو سليتس اللي هي الدي. طب جميل، السؤال اللي بعده بيقول لك وات ار ذا تايبس اوف انترفيرنس ات بوينت اي. ما دام هنا ده كريست مع كريست يبقى ده كونستراكتيف اهو، كونستراكتيف. طب جميل، طب هنا كريست دايما البولدد والنقط ده تراف، فاكيد القصه دي هتبقى ايه؟ ديستراكتيف، تداخل هدام. ماشي، طب جميل، تعال اللي بعده نمبر 3. نمبر 3 بيقول لك يونج دبل سليت اكسبيرمنت از كوندكتد باي يوزنج ريد لايت، وات هابن تو ذا ديستانس بتوين ذا فورمد انترفيرنس فرينج اف ذا ديستانس بتوين ذا سليتس ديكريزز. الدي لما تقل، فاحنا عارفين الدي انفرسلي مع الدلتا واي، يبقى الدلتا واي يحصل لها ايه؟ يحصل لها انكريز. بس انكريز جمله. طب البلو لايت از يوزد انستيد اوف ريد، احنا عارفين لامدا البلو لزان لامدا ريد، يبقى اللامدا قلت، فاللامدا لما تقل يبقى الدلتا واي تقل برضه، يبقى ديكريز عشان دايركت. ليه؟ علشان دايركت. طب تعالى بعده، قال لك ذا فريكونسي اوف ذا يوزد لايت از ديكريزد. ما هو لو الفريكونسي قلت يبقى اللامدا زادت، فاللامدا هتبقى دايركت مع الدلتا واي، فالدلتا واي يحصل لها ايه؟ يحصل لها انكريز. طب جميل، بص اللي بعده، ذا اوبزرفد سكرين از ديسبليسد اواي فروم ذا سليت. اهو يعني الدولت تو سليتس والسكرين هنا اهو، فالمسافه دي للار زادت، الار زادت اهو، الار زادت، فلما الار زادت لانه قال لك موف اواي اهو بعد، مش انت فاهم القصه؟ بس شوف بس اللي حصل كده، الار زادت علشان ده بعد. حلو، فلو الار زادت الار دايركت مع الدلتا واي، فالدلتا واي يحصل لها ايه؟ يحصل لها برضو انكريزز. يبقى ده الانسر بتاع ليه الفور كويشنز دول. طب جميل، نمبر 4 قال لك ان ذا اوبوزيت فيجر يونج دبل سليت اكسبيرمنت which is conducted by using grid light of wavelengths مع اللامدا، لامدا ب 700 نانو متر. ماشي، and barrier of two narrow slits which are separated by a distance 2 مليمتر. ده الدي. ماشي اهو 2 مليمتر. So the interference pattern is observed on the screen at a distance، يبقى ده الار 0.8 متر from the double slit. ماشي، بعدين قال لك how what did Thomas Young confirm it by this experiment، اتاكد من ايه؟ طبعا من الظاهره دي اتاكد ان في فينومينا، في ظاهره فينومينا اسمها ليه؟ اسمها الانترفيرنس، ظاهرة التداخل. جميل، وممكن اصلا من القصة دي تقدر تحسب اللي هي الدلتا واي، فالدلتا واي هتبقى هي لامدا في ار اوفر دي. جميل جميل، فانا اقدر احسب الدلتا واي، وتعالى نحسبها، فالدلتا واي هتبقى 700 اهو تايمز 10 بار نيجاتيف 9 في الار اللي هي 0.8 اوفر الديستانس اللي هي 2 تايمز 10 بار نيجاتيف 3. فلما نيجي نحسب دي على الكالكليتر اهو 700 10 نيجاتيف 9 تايمز 0.8
over 2 times 10 power negative 3. فالقصة دي بتطلع بالظبط 2.8 times 10 power negative 4 متر. يبقى ده الدلتا ايه؟ الدلتا واي، عشان لو عايزها برضه بالمرة نجيبها. بيقول لك why did Thomas Young use monochromatic؟ ما monochromatic عشان عنده 1 أحادي اللون، أحادي اللون ده أحادي الطول الموجي برضه، one wave length. ليه one wave length؟ عشان interference pattern appear. علشان الانترفيرنس باترن ابير. طب جميل، فيجي لك سؤال تاني بقى اهو. هاو ديد توماس يونج جيت تو كوهيرنت سورس اوف لايت سورس فروم وان سورس؟ ازاي طلع اتنين كوهيرنت مترابطين من ايه؟ من مصدر واحد. ما عشان يخلي المصدر واحد ده اتنين يبقى عن طريق ان هو ايه؟ الدبل سلت بارير. باي يوزنج، هتقول باي يوزنج او باي يوزنج دبل سلت بارير. فبيحصل ايه؟ بيعمل اوبتين لتو كوهيرنت سورسز، لمصدرين ايه؟ مترابطين. او المصدرين اللي بيظهروا هنا دول نتيجه ان الموجه دي اللي هي الوان سورس عدى على دبل سلت بارير. طب جميل، حلو قوي. السؤال اللي بعده نمبر 5 بيقول لك اكسبلين ذا فولوينج ستيتمنت، تفسر لي ايه العبارات الاتيه. تعالى بقى. ذا سنترال فرينج ان يونج دبل سليت اكسبيرمنت از اولويز برايت. ليه السنترال برايت؟ السنترال دايما برايت. افكرك ليه المنطقه دي؟ لانها عندي هنا مثلا دبل سليت اهو كده، فالمسافه دي قد المسافه دي، فالموجه اللي جايه من هنا والموجه اللي جايه من هنا الاثنين ماشوا ايه؟ نفس الديستنس، وحصل تداخل دايما بين كريست وكريست، فالباس ديفرنس 0 لامدا، فلازم يطلع ايه؟ كونستراكتيف. كونستراكتيف اهو، لازم يطلع كونستراكتيف انترفيرنس. انترفيرنس تداخل ايه؟ بناء، والموجتين ماشوا نفس الديستنس، فاول كريست هيخبط في اول كريست، فدايما لازم تطلع المنطقه دي برايت. لازم تطلع برايت اهو. جميل، جميل جدا. يبقى دي كده اول نقطه. اللايت ديفراكشن هاز نوت اوبزرفد، مش هنلاحظه. وين مونوكروماتيك لايت ويف فيل اون سيركلر ابريتشر، امتى ما نلاحظوش؟ لما تكون السليت كبيره، يعني اكبر من الطول الموجي. بص الطول الموجي كده ده الويف لينث، فتعدي وزود اني اي ديفراكشن، يعني لما السليت تكون جريتر ذان الويف لينث لللامدا. ويف لينث اللامدا اوف لايت. جميل، جميل جدا. طب نمبر ايه؟ نمبر 3. قال لك ذير از نو بيج ديفرنس، مفيش اختلافات كبيره بتوين ذا فينومين اوف انترفيرنس اند ديفراكشن، لان الاثنين بيحصلوا مع بعض، الاثنين ناتجين عن حاجه اسمها سوبر بوزيشن. سوبر بوزيشن تراكم، سوبر بوزيشن اوف ايه؟ اوف ويفز. الاثنين بيحصلوا نتيجه تراكم امواج على بعض. فانت عشان تعمل انترفيرنس انت محتاج الاول يحصل ديفراكشن زي ما التجربه قلنا، فالديفراكشن ده تعديه على تو بارير وتو نارو سليتس، فيطلع من الويف اللي حصلها ديفراكشن دي تو ويفز، فيحصل انترفيرنس. فلازم يحصلوا ايه مع بعض؟ طب انا عشان ادرس الديفراكشن واشوفه بعد ما الموجه دي ما تتنى، فقلنا في الايه؟ في السيركل سيت دي مش هتبقى موجه واحده، هتبقى عدد لا نهائي من الويفز يحصل بينهم تداخل، فيظهر لي قلنا البرايت والدارك ايه؟ فرينجز. فدايما بيحصلوا مع بعض ليه؟ نتيجه ان هم ناتجين عن حاجه اسمها السوبر بوزيشن، تراكم الامواج. السوبر بوزيشن يعني موجه مع موجه او ايه؟ امواج بتخش في بعض دايما، فبيظهر الانترفيرنس والديفراكشن. نمبر 6 بيقول لك دبل سليت از لايتد باي بلو لايت، سو ا برايت اند دارك فرينجز ار اوبزرفد. طب جميل، برايت ودارك. حلو، as shown in the following figure. What is the wave phenomena which makes these frings appear؟ يعني الظاهره دي بتاعت البرايت والدارك ناتجه عن انهي ظاهره؟ طبعا ده سؤال بديهي جدا، ناتجه عن ظاهره اسمها ايه؟ اسمها انترفيرنس، اللي هو التداخل. كل برايت نتيجه كونستراكتيف، يعني ده كونستراكتيف واي دارك نتيجه ايه؟ نتيجه ديستراكتيف او ديستراكتيف انترفيرنس. فالقصه دي نتيجه حاجه او الفينومينا الويف فينومينا اللي احنا بندرسها هنا هي الانترفيرنس. جميل، جميل جدا يا شباب. ويبقى كده احنا
خلصنا الهوم ورك بتاعنا وخلصنا السيشن بتاعتنا وقفلنا السيشن 7 وقفلنا كل البروبرتي بتاعت اللايت. الموضوع انا عارف كان كبير وشاق وهوم ورك كبير ممكن يكون عدى 53 او 55 سؤال، بس ان شاء الله يكون لما لك الموضوع وما فيش اي سؤال ايه يكون بره اللي احنا اخدناه. ان شاء الله كده من المره الجايه هنكمل حاله خاصه وسبيشال كيس على اللايت على البروبرتي بتاعت الريفراكشن، بس هتكون على حاجه اسمها توتال انترنال ريفليكشن تكمل الموضوع قديم ان شاء الله يبقاش فيه معلومات جديده قوي، فالموضوع يبقى بسيط ونكمل ايه المنهج بتاعنا ونكمل القصه بتاعتنا بتاعت اللايت. قفل شغلك، شوف ايه غلطاتك، شوف ايه اللي انت ما كنتش فاهمه كويس. كتر الحل بيزود عمق الفهم والتكرار يؤدي دايما ايه للاتقان، فشدوا حيلكم في شغلكم. اشوفكم على خير، سلام عليكم.